للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ ناظر الكندوري. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. حياك الله. بداية اليوم ثورة تشرين خرجت في مليونية أسمتها مليونية الوطن رادنا في ساحة التحرير وباقي ساحات التظاهرات في كافة محافظات العراق التي تشهد تظاهرات في هذه الفترة، لكن هل كانت الثورة تحتاج إلى هذا الفعل خصوصا بعد محاولات للطبقة السياسية لاستغلال قضية مقتل قاسم سليماني من أجل إخماد الثورة؟ نعم، أنت كما نوهت أن قضية قاسم سليماني حاولوا أن يقلبوا المشكلة إلى منفعة، وذلك من خلال استغلال هذا الحادث ومحاولة تجيش الناس ومحاولة يعني حرف المسار بأنه الآن لنفض يعني مشاكلنا الداخلية ونتوحد في سبيل الرد على هكذا حادث، ولكن لم يعلموا أن هذه الشخصية بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للشعب العراقي هي تعتبر شخصية عدو، سفك دماء العراقيين وأوغل فيها وحطم بلدهم، لذلك هذه لم تكن فرصة لإخماد التظاهرات، وحاولوا عدة مرات بجعل ساحات التظاهر عبارة عن مجالس للعزاء وللتعزية لهذه الشخصية والشخصية الأخرى اللي تسمى أبو مهدي المهندس، ولكن في ذلك أيضا فشلوا حينما طردهم المتظاهرون من تلك الساحات. لذلك ما نوهت على أنه أبرموا موعدا للخروج بمظاهرات مليونية في يوم 10/1 كان مهما جدا لإعادة الزخم لهذه التظاهرات وللإثبات للعالم ولهذه السلطة المستبدة بأن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم دون تحقيق أهدافهم، وبذلك هم مستمرون، وهذا الزخم يعني يدلل على أن الشعب العراقي لم ينسى الأهداف التي خرج من أجلها وضحى بدماء شبابه من أجلها. نعم، مستمرون رغم أن القوات الحكومية مستفزة وهي تقدم على في أي وقت يمكن أن تقدم على اقتحام هذه الساحات سواء في الحبوبي أو الوثبة أو الناصرية أو غيرها، وتعرض هذه التجمعات لهجوم بالأسلحة وبالقلابل وما إلى ذلك. هل تعتقد أن ذلك فعلا يمكن أن يؤثر على مسار هذه الثورة؟ نعم، لوحظ في الفترة الأخيرة بالذات بعد حادثة مقتل قاسم سليماني بأن هناك تصعيد حكومي وميليشياوي ضد هؤلاء المتظاهرين واتهامهم بالعمالة للسفارات ومصطلح جوكر، لا أعرف مثل هذه المصطلحات السخيفة التي يستعملوها ضد المتظاهرين على اعتبار أن هؤلاء المتظاهرين هم عملاء للخارج يحاولون أن يشتغلون ضد الحكم الوطني المتمثل بهذه الميليشيات، لكن يعني يثبت المتظاهرين عن وطنيتهم بدليل أن كل قطاعات الشعب تساندهم وهم ما زالوا مستمرين في تظاهراتهم، لذلك يعني هذه التصعيد يعني عمليات الاغتيال عمليات الخطف زادت خلال هذه الأيام للحيلولة من أن تكون هذه الجماهير تحت قيادة واعية من ناشطين واعين لكي يتم تسرب هذه التظاهرات وهؤلاء الشبان. نعم، بعد ذلك، لكن لحد الآن لم تنجح السلطة الميليشياوية في تحقيق أهدافها. طيب، السؤال يعني المهم هنا، ذكرت أن السلطة الحاكمة تحاول استخدام الأوراق، منها مثلا قضية مقتل قاسم سليماني، مراهناتها على الوقت بأن يمل الشارع العراقي ويعود إلى المنزل، لكن كيف تستطيع هذه الأحزاب والكتل أن تصدق هذه الأمور خصوصا إذا ما وجدنا أن الثورة قد قدمت 1000 أو ما يقرب من 1000 شهيد وعشرين ألف مصاب؟ بل أنا أزيدك شيء آخر، أن العامل الذي هم يرجحون عليه أنه سيمل المتظاهرين من طول فترة التظاهرات وبأنهم لأنهم لم يحققوا أهدافهم كما يظنون بأنهم سيعودون وترجع الأمور كما كانت ما قبل 1 تشرين، لكن الأمر مختلف الآن، عامل الوقت أصبح ضد هذه السلطة، الآن نرى هناك تعاطف دولي، تعاطف شعبي العراقي وتعاطف من كل الجهات، وبدأ النظام السياسي العراقي يعاني من عزلة، بل إن وصل الأمر أن النظام السياسي لا يتم التعامل معه دولياً كنظام حكم وحكومة ودولة، بدليل أن عادل عبد المهدي يشكو يعني من هذا التجاهل لحكومته ويقول أن الطائرات المسيرة فوق سماء الأرض والقوات
المسلحة الأجنبية تمشي على الأرض ولا أحد يستأذن من الحكومة العراقية. هذا لأنه لا حكومة هناك ولا دولة. الآن يعاني العراق من نظام لا دولة، لذلك حكومات العالم لا تتعامل مع هذه الحكومة. ولربما المرحلة القادمة سيتم التعامل مع الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي. هذه التظاهرات خرجت لسحب الشرعية من هذا النظام، من المتمثل ببرلمانه وحكومته ورئاسته. وربما نشهد بالفترة القادمة سيتم التعامل مع هؤلاء المتظاهرين كممثلين حقيقيين للشعب العراقي. على ذكر المتظاهرين أستاذ نظير، في هذا المساء الدامي عاد القتلة إلى عادتهم السيئة من خلال اغتيال الزملاء الصحفيين، سواء الزميل الصحفي أحمد عبد الصمد أو المصور الذي كان معه صفاء غالي رحمة الله عليهما. ونحن نعرف يعني ما قاله أحمد عبد الصمد، وأنه كان يعني أحد الذين يشاركون ويغطون تظاهرات الثورة المباركة، وانتقد كيف أن هناك طرف ثالث إذا سمي بهذه التسمية يسمح لوصول للمتظاهرين أن يصلوا إلى السفارة الأمريكية، ولكن في المقابل يعني هذه العودة المقيتة للاغتيالات مرة أخرى، ماذا تشكل بالنسبة لكم كمراقبين؟ أبناء الشعب العراقي يذبحون. يعني أنا أرى أن هذا النظام ما زال يفكر بطريقة متخلفة ربما تمتد إلى القرون الوسطى. ما زال يعتقد أن اغتيال الصحفي واغتيال الناشط هذا سيؤدي إلى تحجيم التظاهرات، وكذلك عزل هذه التظاهرات عن العالم، ولا يعلم بأن ممكن طفل عمره 15 سنة بيده موبايل يكون مراسل صحفي لكل العالم، ويستطيع أن يوصل الحقيقة لكل العالم. لذلك هم يستهدفون هؤلاء الناشطين، يستهدفون هؤلاء الصحفيين في مسعى إلى أنه يجعلون أن هذا عمليات التظاهرات، عمليات التعبير عن الرأي ورفض الشعب العراقي لهذه السلطة، وكذلك التغطية على عمليات القتل والعنف التي يمارسها هذا النظام في حق المتظاهرين يعني لا تصل إلى العالم. لكن هذا الأمر متعذر، يعني هذا النظام يفكر بعقلية ساذجة جدا، وهذه الأمور تفتضح بوقتها وبساعتها. كيف يعني مقتل صحفي سيعزل الحقيقة عن العالم؟ هم هكذا يفكرون بها، حتى من إجراءاتها قطع الإنترنت ومحاربة الوكالات الصحفية، منع القنوات الفضائية من تغطية الأفعال. أقل من دقيقة اليوم مرجعية النجف قالت في خطبتها أن انتهاك السيادة العراقية في ما حصل مع قاسم سليماني. يعني برأيكم كيف تعلقون على هذه الخطبة؟ أنا ما رأيت في هذه الخطبة بأن هذه المرجعية لا تريد أن يعني تنفك من هذا النظام السياسي. يعني أنت ترى عندما حدثت عملية قتل قاسم سليماني قامت بتعزية النظام الإيراني واستنكرت هذه العملية، وببيان يعني مختص بهذه العملية. بينما عندما ضرب النظام الإيراني ربما 17 أو 20 صاروخ على مناطق عراقية وقواعد عراقية فيها أمريكان، ولم يتضرر أمريكي واحد بل تضرر هم جنود عراقيين، لم يكلف نفسه بإصدار بيان يندد بهذه العملية ويحمل الإيرانيين انتهاك للسيادة العراقية، وهذا كيل بمكيالين، أو يعني يتكلم بروح العمالة لإيران. لذلك يعني ما زال المرجعية ما زالت يعني تربط نفسها بمصير هذا النظام ولا تريد أن تنفك عنه. شكرا جزيلا لك الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو. حياكم. شكرا.